للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه المظاهرات ينضم إلينا من أربيل الناشط المدني سرمد الطائي. سيد الطائي، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. من وجهة نظرك، ما الذي يختلف في هذه المظاهرات عن سابقاتها التي خرجت وشهدتها أيضا مدن في الجنوب والوسط؟ تحياتي لك وتحية لجمهور الحرة الكريم. هسه أنا ناشط مدني، تريد تحبسني يا عمي بهذا الزمن؟ يمكن. ويني وين النشاط المدني؟ أنا كاتب وصحفي، أهلا وسهلا، باحث أي شيء بس مو ناشط. طيب، لأن صارت الحديدة حارة. ماشي. تختلف هذه المظاهرات كثيرا. بدينا بمظاهرات كبيرة في زمن نور المالكي، مهدت الأجواء الاقتلاع اللي طاح فيه. دخلنا في مرحلة حكومة الإصلاحات 2014 2015، صارت مظاهرات بالتأكيد، شعروا بأن التغيير عجلته بطيئة جدا. 2016 صار اقتحام للبرلمان، واقتحام البرلمان أجبر البرلمان المليء بالفاسدين طبعا مع الأسف على القبول بتعديل وزاري قدم بعض الأمل إلى الجمهور، يعني قلص حصة الأحزاب وجاء بمجموعة خبراء 7 أو 8 وزراء قدموا أداء جيد في الغالب خلال هذه السنوات. هذه السنة انتهت الحرب على داعش. النصر على داعش مثل مرحلة فاصلة ما قبل داعش وما بعدها. هنا المواطن شعر بثقة أكبر بنفسه بوجود استقرار، وشعر بأنه حان الوقت لأن يحاسب الأحزاب التي بدت مسترخية جدا تقول أنها طالما انتصرت على داعش على الشعب أن يقبل بها. لذلك الشعب لأول مرة لم يتظاهر فقط، وإنما ذهب وأغلق مطارات وحاول إيقاف تصدير النفط أو هدد بشكل جدي، واقترب من حقول النفط الكبرى في العراق والتي ليست مجرد حقول نفط وإنما شركات أجنبية. يعني أستاذ سرمد، هل هذه نقطة إيجابية للتظاهرات واعتبارها خطوة متقدمة عن سابقاتها، أم لا هناك عشوائية ربما فيها؟ المشكلة أن كما قال السيد ممثل المرجعية، يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين من يخدم ومن يخدم. هذه الثقة تضعضعت، تراجعت، تزعزعت، بذرت بذرتها في 2016 2017، هالسنة تراجعت. يعني البصراوي يقول أفهم كل شيء لكن لا أفهم كيف أن البصرة وهي أغنى مدن الخليج العربي هي الميناء الوحيد الذي ليست فيه محطة لتحلية مياه البحر، بينما 3-4 وزراء تبدلوا وحكومتين تبدلوا من 2009 لليوم يعدوننا بمحطة مياه قيمتها مليار دولار أو مليارين. ممكن أفهم كل الخراب لكن لا أفهم أن البصرة هي الميناء الوحيد في الخليج الذي ليس فيه محطة مياه. حتى المدن البحرية الإيرانية الفقيرة الخاضعة للعقوبات ليس فيها محطة تحلية مياه. وهل تستطيع أن تفهم رد فعل رئيس الوزراء بإطلاق أموال فورية لمدينة البصرة رغم أنها كانت تعاني منذ زمن طويل من هذه الأزمات؟ المشكلة ليست في المال أيضا. البصرة فيها تيار قديم منذ 1920 يدعو إلى نوع من الاستقلالية في القرار السياسي والإداري. 1920 قالوا للملك فيصل نريد تشكيل اتحاد العراق والبصرة الكونفدرالي. هذا التيار لا يزال موجود، وثلاث أربع محاولات لتشكيل إقليم، رفعت شعارات اللامركزية الإدارية الموجودة في الدستور. لماذا يحتاج الإداري في البصرة إذنا من بغداد يستغرق ربما سنة من أجل شارع حولي في المدينة أو مشروع بسيط، أو لديها مخصصات 3 مليار دولار تمنح لها في 2012 و2013 وما بعدها لبضع سنوات؟ هو هذا السؤال. تمنح 3 مليار هذا دولار السؤال دون أن تكون لديها صلاحية إنفاق. صحيح هذا السؤال، بأنه تم إطلاق هذه الأموال بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء كإجراء فوري رغم وجود المشكلة منذ زمن، لكن البعض يقول هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة ربما لكبح جماح هذه التظاهرات دفع المواطنين لرفع سقف المطالب. يعني ما عادت اليوم المطالب تقتصر فقط على الخدمات الأساسية، ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير، إلى تغيير الدستور. بعض المطالب غير واقعية، بعض المطالب غير جادة، مجرد تهديد، مجرد أنه لن نعود إلى البيت هذه المرة. لكن رئيس الوزراء بالتأكيد حقق أشياء مهمة، حظي بدعم منقطع النظير من البصارة ومن البغادة ومن غيرهم،
مثقفين ناشطين، الدول العالم معظمها اجتمعت لدعمه، لكن عليه أن يعترف أمام الجمهور بأن هناك أخطاء كبيرة، وأن هناك حتى في عهد الإصلاحات هو عجز عن القيام. ما فائدة اعترافات أستاذ سرمد؟ يعني السيد العامري أيضا اعترف أمام الجمهور بأن هناك إخفاق، ما الفائدة التي سيتلمسها الجمهور؟ لا مو العاس العامري هم أحسن من غيره، على الأقل جاب لنا وزير داخلية زين، قاسم الأعرجي والقبل الغبان أحسن من الأحزاب الأخرى بصراحة، رغم انتقاداتنا لفيلق بدر أحيانا، لكن اعترافات بالأرقام. حتى المالكي كان يعترف، المالكي قعد شرح لنا شلون الشهرستاني ارتكب خطأ، اشترى محطات غازية للكهرباء في بلد ما بغاز، وقال خدعني الشهرستاني، على الأقل فهمنا وين الليك حتى نبدأ نفكر، لما الشهرستاني في نفس الحكومة طائفي مثل المالكي يخدع زميله الطائفي المتشدد، نفتهم شنو القصة قد معقدة. نقعد العبادي يكاشف الجمهور، يطرح عليهم بوضوح لماذا لماذا حصل هذا الإخفاق، وكيف يمكن أن نثق بأن بإمكانه هو أو حلفاء من الأحزاب الأخرى أن يصححوا الأمور بالفترة المقبلة. أخطر مفصل هو أن هذه المظاهرات ستستمر حتى تشكيل الحكومة، ويجب أن تشكل الحكومة هذه المرة وفق أسس أخرى. طيب. مو أنه كل حزب جايب لي طاقم من ناقصي الخبرة وخليهم وزراء 4 سنين لمزيد من الفشل. هالمرة المظاهرات هي التي ستشكل الحكومة. شكرا جزيلا لك ضيفي من أربيل، معتزل النشاط السياسي والمدني سرمد الطائي، شكرا لك.